قصة سلام الترجمان الرحالة العربي الذي ذهب للبحث عن سد يأجوج ومأجوج بأمر من الخليفة العباسي الواثق بالله، بعدما رأى الأخير في المنام حلما تراءى له فيه أن السد الذي بناه ذو القرنين ليمنع خروج يأجوج ومأجوج قد انفتح، فأفزعه ذلك، فكلف سلام الترجمان بالقيام برحلة ليستكشف له مكان سد ذي القرنين. ويروي الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، وابن خردادبة في كتابه المسالك والممالك، قصة هذه الرحلة على النحو التالي: إن الواثق بالله لما رأى في المنام أن السد الذي بناه ذو القرنين بيننا وبين يأجوج ومأجوج مفتوحا، أحضر سلام الترجمان الذي كان يتكلم 30 لسانا وقال له: اذهب وانظر إلى هذا السد وجئني بخبره وحاله وما هو عليه. ثم أمر له بأصحاب يسيرون معه وعددهم 60 رجلا، وأعطاه 5000 درهم، وأعطاه دية 10000 درهم، وأمر لكل واحد من أصحابه 50000 درهم ومؤونة سنة و200 بغل تحمل الماء والزاد، وأمر للرجال باللبابيد. وبحسب كتاب الرحالة المسلمون في العصور الوسطى تأليف زكي محمد حسين، فأن رحلة سلام الترجمان إلى سور الصين الشمالي قد تكون حقيقة تاريخية، وإن كان سببها الذي يذكره الجغرافيون العرب كالقزويني وياقوت، والظاهر أن حديثها كان مشهوراً في العصور الوسطى. وقصة هذه الرحلة أن الخليفة العباسي الواثق بالله رأى في المنام أن السد الذي بناه الإسكندر ذو القرنين والذي يقع بين ديار المسلمين وديار يأجوج ومأجوج مفتوح، فأرعبه هذا المنام وأمر سلاماً بأن يرحل ليتفقد السد. فسار الترجمان من مدينة سر من رأى أو ما تعرف حالياً سامراء بالعراق، ومعه 50 رجلاً و200 بغل تحمل الزاد والماء، وكان الخليفة قد أعطاه كتاباً إلى حاكم أرمينية ليقضى حوائجهم ويسهل مهمتهم. فعني هذا الحاكم بالرحالة ورجاله وزودهم بكتاب توصية إلى حاكم إقليم السرير، وكتب لهم هذا الحاكم إلى أمير إقليم اللان، وكتب هذا الأمير إلى فيلنشاه، وكتب لهم فيلنشاه إلى ملك الخزر فإقليم بحر قزوين، فوجه معهم 5 من الأدلاء وسار الجميع 26 يوما، فوصلوا إلى أرض سوداء كريهة الرائحة، وكانوا قد حملوا معهم بإشارة الأدلاء خلا لتخفيف هذه الرائحة، وسار الركب في تلك الأرض 10 أيام، ثم وصلوا إلى إقليم فيه مدن الخراب وساروا فيها 27 يوما. وقال الأدلاء: إن شعب يأجوج ومأجوج هو الذي خرب تلك المدن. وانتهوا إلى جبل فيه السور المنشود، وعلى مقربة منه حصون تسكنها أمة مسلمة تتكلم العربية والفارسية، ولكنها لم تسمع بخليفة المسلمين قط. وتقدم الركب إلى جبل في الوادي عليه نبات يقطعه واد عرضه 150 ذراعا، ويوجد باب ضخم جدا من الحديد والنحاس عليه قفل طوله 7 أذرع وارتفاعه 5 أذرع، وفوق الباب بناء متين يرتفع إلى رأس الجبل. وكان رئيس تلك الحصون يذهب في كل جمعة ومعه 10 فرسان، مع كل منهم مرزبة من حديد، فيجيئون إلى الباب ويضربون القفل ضربات كثيرة ليسمع من يسكنون خلفه، فيعلم أن للباب حراس، وليتأكد الرئيس وأعوانه الفرسان من أن أولئك السكان لم يصنعوا في الباب حدثا. ولما فرغ سلام الترجمان ورفقاؤه من مشاهدة السور رجعوا إلى سر من رأى مارين بخراسان، وكان غيابهم في هذه الرحلة 18 شهرا. وقد ذكر المستشرق الفرنسا كرادي فو أن من المحتمل أن هذه الرحلة كانت إلى الحصون الواقعة في جبال القوقاز، وعلى مقربة من دربند أو باب الأبواب فإقليم داغستان غرب بحر قزوين. ومهما يكن من الأمر فإننا لا نعرف عنها إلا بعض المقتطفات في كتب التاريخ والجغرافيا، ولا سيما نزهة المشتاق للإدريسي ومعجم البلدان. قصة يأجوج ومأجوج، وورد ذكرهم في القرآن الكريم، وتحدث عنهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية: يأجوج ومأجوج قوم من البشر، يقال إنهم من نسل يافث بن نوح، لكنهم قوم أشرار شديدو البأس والعنف. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من المخلوقات العدوانية التي ستظهر في آخر الزمان وتعود بالخراب على الأرض، ويقال إنهم ذو عدد هائل وأفعالهم تسودها الوحشية والدمار. قصة ذوي القرنين وبناء السد هو شخصية فريدة ذكرت في القرآن الكريم في سورة الكهف. يعتقد أن ذوي القرنين كان ملكا عادلا وصالحا وقويا، وقدر على التنقل في الأرض لنشر الخير والعدل بين الناس، وقد سمي بذي القرنين لأسباب متعددة، منها أنه جاب الشرق والغرب، وأخرى تقول إنه كان له قرنان في خوذته، إلا أن السبب الفعلي لم يذكر بدقة في القرآن. أثناء تجواله في الأرض
وصل ذو القرنين إلى منطقة بين جبلين تقع فيها أمة ضعيفة، كانت تعاني من ظلم واعتداء قوم شرسين هم يأجوج ومأجوج، حيث كان يأجوج ومأجوج يخرجون من بين هذين الجبلين ليهاجموا القرى المجاورة، يسرقون مواردها ويدمرون الزرع ويعتدون على الأهالي. وحين رأى أهل تلك المنطقة أن ذو القرنين قائد قوي وعادل، طلبوا منه المساعدة لحمايتهم من هؤلاء المفسدين. بناء السد العظيم وافق ذو القرنين على مساعدة أهل تلك المنطقة في حماية أنفسهم، لكنه لم يقبل أخذ أجر منهم وأراد فعل الخير خالصا لوجه الله. ثم بدأ ذو القرنين في بناء سد قوي بين الجبلين ليمنع يأجوج ومأجوج من العبور، وطلب من القوم مساعدته بإحضار المواد اللازمة للبناء. بني السد بمواد متينة جدا، فقد استخدم ذو القرنين ألواحا من الحديد ووضع بينها طبقات من النحاس المذاب بعد أن تم تسخينه، وبهذه الطريقة أصبحت المواد أشبه بصخور صلبة متماسكة، وكانت قوية جدا بحيث يصعب اختراقها أو هدمها. عندما اكتمل بناء السد صار يأجوج ومأجوج محصورين خلفه، ولم يستطيعوا تسلقه أو حفره من الأسفل ليصبحوا منعزلين عن العالم. طبيعة السد تذكر بعض الأوصاف حول السد، حيث يقال إنه قوي جدا وشديد التحصين، ومنذ ذلك الحين ظل السد مانعا ليأجوج ومأجوج من الخروج، وأصبح القوم الذين كانوا يقطنون المنطقة المجاورة له في أمان من اعتداءاتهم. لكن ذلك لم يكن نهاية قصتهم، حيث تظل قصة يأجوج ومأجوج مفتوحة، إذ ينتهي القرآن الكريم بالإشارة إلى أنهم سيعودون في آخر الزمان. خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان من العلامات الكبرى للساعة التي وردت في الأحاديث النبوية خروج يأجوج ومأجوج، فبحسب النصوص الإسلامية يأتي زمن يهدم فيه السد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيصابون بذعر شديد عند خروجهم، ولن يتمكنوا من مواجهة يأجوج ومأجوج بسبب قوتهم وعددهم الهائل، ويقال إنهم سيفسدون كل ما يعترض طريقهم ويتبعون سياسة الأرض المحروقة، فلا يتركون خلفهم إلا الدمار. يأجوج ومأجوج قوم من الناس حصرهم الرجل الصالح ذو القرنين بين جبلين، وبنى عليهم سدا حماية للعباد من شرهم وكيدهم، ويكون خرجوهم من ذلك السد علامة من علامات الساعة الكبرى، فيفسدون في الأرض إلى أن يأذن الله تعالى بموتهم جميعا، فيرسل عليهم النغف فيموتون موتة واحدة. ذكرت قصة يأجوج ومأجوج في القرآن الكريم والسنة النبوية، قال: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فالآيات السابقة تبين أن قوم يأجوج ومأجوج كانوا أهل فساد وشر، حتى جاء ذو القرنين وهو رجل صالح وكان ملكا في زمانه، فاشتكى أهل تلك البلاد شر القوم وطلبوا منه أن يبني سدا بينهم وبين القوم ليحميهم منهم، فاستجاب الملك لطلبهم وأقام سدا عظيما من حديد بين جبلين، ثم أذاب عليه النحاس حتى أصبح أكثر قوة وتماسكا، فانحصر شرهم عن العباد. وذكر الله تعالى بقاء قوم يأجوج ومأجوج محصورين بالسد إلى وقت يعلمه سبحانه، قال تعالى: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ورد في الأحاديث النبوية ما يدل على أن السد الذي حصر فيه قوم يأجوج ومأجوج ما زال قائما، وأنه يمنعهم من إفسادهم في الأرض ومن حرصهم على هدمه، فإنهم يخرجون في كل صباح لحفره حتى إذا كادوا أن يهدموه أخروا الحفر لليوم الذي يليه، فيأتون إليه فيجدون أن الله تعالى أعاده أقوى مما كان عليه حتى يأذن الله بخروجهم، فإن كان كذلك حفروا حتى إذا قاربوا على الانتهاء قال أميرهم ارجعوا إليه غدا فستحفرونه إن شاء الله، فيرجعون إليه فيجدون حفرهم كما تركوه فيكملون حفرهم ويخرجون فيتملكون أسباب القوة ويتفوقون فيها على سائر الناس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن خروجهم يكون في آخر الزمان، وأنه علامة من علامات الساعة الكبرى، قال: لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وخروج يأجوج ومأجوج. في كتابه ما يدل على كثرة قوم يأجوج ومأجوج
وسرعة خروجهم، قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ثم يرسل الله تعالى عليهم دودا يخرج فيقتلهم، ثم يبعث طيورا تحملهم وتذهب بهم إلى حيث شاء. ثم يحج المسلمون بعد هلاك قوم يأجوج ومأجوج، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. صفات يأجوج ومأجوج ذكر سابقا أن قوم يأجوج ومأجوم مفسدون في الأرض، كما أنهم رجال أقوياء جدا لا يمكن لأحد قتالهم لكثرتهم أيضا. أما عن صفاتهم الخلقية فقد ورد في السنة أنهم عراض الوجوه صغار العيون، وجوههم مدورة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغار الأعين عراض الوجوه، كأن أعينهم حدق الجراد، كأن وجوههم المجان المطرقة، ينتعلون الشعر ويتخذون الدرق حتى يربطوا خيولهم بالنخل. وبهذا ينقذ الله الأرض من شرورهم وفسادهم، وينتشر الأمن مجددا بعد زوالهم. المغزى من قصة يأجوج ومأجوج: تمثل قصة يأجوج ومأجوج تذكيرا للبشر بأن الله قد يمهل القوم الظالمين ولكنه لا يهملهم، وأن الفساد مهما طال أمده فإن له نهاية. كما تبرز القصة أهمية العدل في مواجهة الفساد، والدور الذي قام به ذوي القرنين من باب الإصلاح والدفاع عن المظلومين، وأهمية التضامن والعمل المشترك لتحقيق الأمان والسلام.